مساء الخير، ازيكم؟ عايز اسالكم سؤال. عمرك مره قبل كده بصيت على خط ايدك بطريقه مختلفه؟ يعني عمرك مثلا بصيت على خط ايدك بالمسقلب؟ مره كتبت وحسيت ان الكتابه اللي انت كاتبها عايزه تقول لك حاجه؟ يعني شكل حروف ايدك عايزه تقول لك على حاجه، طلع لها صوت مش عارف تقراها، مش فاهمها. انتوا عارفين ان خط ايديكوا بيكلمكوا؟ انت عارف كمان ان خط ايدك ممكن يقول لك على معلومات انت ما تعرفهاش عن نفسك؟ واحنا ممكن دلوقتي نجرب بالورقه والقلم اللي معاكوا دي. ايه رايكم كل واحد فينا يجرب يكتب الجمله اللي قدامنا دي؟ The quick brown fox jumped over the lazy dog. الجمله دي فيها كل حروف الانجليش وكمان فيها كل الحركات اللي ممكن ايدك تعملها وانت بتكتب اي حاجه. لو كل واحد فينا بص دلوقتي على اللي جنبه هو بيكتب، هنلاقي ان كلنا خطوطنا مختلفه عن بعض، حركات ايدينا كلها مختلفه عن بعض. طب تيجوا نجرب. The quick brown fox jumps over the lazy dog. كل واحد فينا يبص على حرف الواي اللي هو كاتبه، شوف حرف الواي بتاعك شبه اول حاجه ولا شبه اخر حاجه. لو حرف الواي بتاعك شبه اول حرف واي فده معناه ان انت شويه بتميل للوحده، على عكس لو الحرف بتاعك شبه اخر حرف واي فده معناه ان انت شخص بتندمج في المجتمع بسرعه. لكن لو حرف الواي بتاعك مثلا زي الحرف اللي في النص فده معناه ان انت شخص عندك وحده، لكن لو حد زقك تندمج في المجتمع هتندمج بسهوله. طب بصوا بقى الخدعه الجايه. كل واحد فينا يبص على حرف الاي بتاعه ويشوف النقطه بتاعته موجوده فين. لو النقطه بتاعتك ثابت كونها انها نقطه وتحولت لدايره مفرغه فده معناه ان انت شخص بتميل لذكريات طفولتك. لكن لو النقطه بتاعتك موجوده فوق حرف الاي بس عاليه فوق شويه فده معناه ان انت شخص جريت ايماجينيتور. لو النقطه بتاعتك فوق حرف الاي بس تحت شويه فده معناه ان انت شخص بتميل للتحليل. لكن لو النقطه بتاعتك ثابت كونها نقطه وراحت لكون انها خط فده معناه ان انت شخص مش بتستفيد من خبراتك. عارفين وولد ديزني؟ وولد ديزني لو شفنا الامضه بتاعته هنلاقي ان امضته بتميل انها تكون حروف كرتونيه، لان هو اصلا شخص مصمم كرتون. عارفين مارك اللي عمل الفيسبوك؟ شوفوا الامضه بتاعت مارك هنلاقي ان مارك كاتب حرفين بس من اسمه، وده معناه ان مارك شخصيه بتميل للغموض، يعني هو مش هيعرفك عن نفسه اكتر من اللي هو عايزك تعرفه عنه. بيل جيتس الحروف الاولانيه من اسمه كابيتال، وده معناه ان هو حرف شخص بياخد باله قوي من تصرفاته، بياخد قوي باله من قراراته. ستيف جوبز كلنا عارفين عنه ان هو كان شخص متواضع، وده اللي بيبان من امضته، لان اول حروف من اسمه كلها سمول مش كابيتال لتر. لو اتفرجت على الفرق بين الامضاءات دي ولو بصيت دلوقتي على خط ايدك وخطوط اللي جنبك هتعرف خطك بيكلمك بيقول لك ايه. خطك بيكلمك عشان يقول لك ان ده نوع شخصيتك. خطك بيقول لك ايه هو نوع شخصيتك، ايه هي طموحاتك، ايه هي امالك. خطك بيقول لك ان انت شخص طموح محتاج تعدل الجزء ده من عندك، ايه هي خبراتك والباك جراوند بتاعتك. الناس دي كلها الباك جراوند بتاعتها مختلفه وخطوطها بتقول كده. اللي بتكلم عنه ده اسمه علم الجرافولوجي او علم تحليل خط الايد. علم تحليل خط الايد بدا في البدايه في فرنسا. العلم ده كان بيستخدم في تحليل الشخصيات زي ما عملنا كده من شويه. بس العلم بعد الحرب العالميه الاولى سافر لامريكا وبقيه اوروبا وكل دول العالم، وما اقتصرش استخدامه بس على تحليل الشخصيه. بقينا بنحلل الخطوط دي علشان مثلا نشوف الجواسيس اللي قبضوا عليهم بعد الحرب العالميه الثانيه، يحللوا شخصياتهم، كانوا جايين ليه؟ بيقولوا صح، بيقولوا كذب ولا صدق؟ كمان بيحللوا شخصيات الناس المتهمين في المحكمه. انت عارف انك لو قدمت على اي شغل في امريكا اول حاجه هيعملوها لك ان هم يحللوا خط ايدك، هيشوفوا انت الموظف اللي هم بيدوروا عليه للشغلانه دي ولا لا. علم تحليل خط الايد في مجال التوظيف في امريكا انتشر بطريقه سريعه، بقى بيستخدم كتير جدا، وفي اوروبا كمان الابحاث اللي بتتعمل عليه كل سنه بقى عددها بيزيد اكتر من السنه اللي قبلها. دكاتره نفسيين، اول ما بتروح لدكتور نفسي بيخليك تكتب عشان يحلل شخصيتك، بيعرف من خلالها حاجات انت ممكن ما تكونش قاريها في خطك ولا عارفها عن نفسك. كمان بيبدا يتابع تطور المرض، بيشوف المريض النفسي حالته النفسيه اتطورت قد ايه، هيتطور ولا لا، ايه التطورات اللي حصلت عنده. انت لو جبت خط ايدك في ابتدائي وكراسه تانية من اعدادي وكراسه ثالثه من ثانوي والكلمه اللي كتبناها دلوقتي وقعدت تحلل ما بينها، هتتفرج على شخصيتك من وانت صغير لغايه دلوقتي،
هتتفرج على التطورات اللي كنت بتمر بيها وشخصيتك كل سنة بتروح منين لفين. زي بالظبط المثال ده. طيب زي ما اتفقنا ان علم تحليل خط الايد بيستخدم في تحليل الشخصية في كل المجالات اللي قلناها دي، بس علم تحليل خط الايد كمان بيقدر يحلل ثلاث امراض. يعني من خط ايدك اقدر اقول لك انت عندك مرض القلب، عندك مرض السرطان، او عندك مرض الزهايمر. بكل بساطة الخلايا اللي بيحصل لها الخلايا اللي بيحصل لها زهايمر في المخ، او لما بيحصل لخلايا سرطان او مرض القلب، بيحصل ان الخلايا دي بتأثر على الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بتاعك بيأثر على المنطقة دي من ايدك، والمنطقة دي من ايدك بتأثر على خط ايدك، ومن هنا بتبدأ تظهر علامات معينة، علامات مش المفروض انها تكون موجودة في خط ايد اي شخص طبيعي. العلامات دي بتدل على وجود المرض ده. طيب بما ان في علم اسمه تحليل خط الايد بيكتشف ثلاث امراض زي القلب والزهايمر والسرطان، ما سمعناش عنه ليه ومش بيستخدم ليه؟ بكل بساطة لان الناس او الدكاترة اللي بتقدر تحلل الخط علم خط الايد ده بعينيهم، الناس دي قليلين. الحاجة دي بتاخد منهم وقت كتير قوي، كمان عشان هي بتاخد وقت كتير بياخدوا عليها فلوس كتير. الناس دول مثلا مش موجودين ولا في مصر ولا في افريقيا، فاحنا ما سمعناش عن العلم ده. وحتى في ناس في امريكا واوروبا ما تسمعش عن العلم ده لانه مش منتشر. ومن هنا كانت فكرتي وانا قاعده في ثانويه عامه بذاكر وعندي فراغ، حاولت ادور طيب بما ان في علم بالشكل ده ليه ما نحولهوش من علم نظري لعلم تطبيقي. يعني ازاي اخلي الناس في مصر تسمع عن العلم ده، لا مش تسمع عنه، ازاي الناس في مصر تستخدمه. ومن هنا جت الفكره. عشان انا كنت طالبه في ثانوي كونت فريق. الفريق ده كان مكون من عبد الرحمن محمد وانا وعمر عبيه، ثلاثه طلبه في ثانوي برده. قررنا ان احنا نعمل برنامج على الكمبيوتر. البرنامج ده هندخله الخط الايد بالسكانر، وهو هيقرا الخط ويحلل ويطلع علامات السرطان ويقول انت عندك سرطان ولا لا. بس عشان نعمل حاجه زي كده كان لازم نمشي في طريقين جنب بعض. الطريق الاول هو ان انت تجيب الكمبيوتر وتقول له حلل خط الايد، بس هو مش هيحلل. فانت كان لازم تعمل بروجرام، البروجرام ده تكتب عليه اكواد. الكود او الالجوريثم ده هو اللي هيقدر يدور على العلامات اللي انت هتقول له عليها بتاعه السرطان وهيحللها. بس انا برده مش هقول له حلل السرطان، فهو هيفهم العلامات، فكان لازم اقول له ايه هي العلامات. عشان يبقى عندك سرطان في خط ايدك لازم يبقى عندك 19 علامه دول. ابرزهم مثلا ان وانت بتكتب تسيب مسافه بين حرفين مش المفروض يبقى فيه بينهم مسافه، او مثلا وانت بتكتب بدل ما تكتب بطريقه سلسه تكتب على شكل مثلثات واهرامات ومربعات، او مثلا وانت بتكتب فجاه وانت بتكتب تقف فتعمل نقطه مش المفروض تبقى موجوده في مكانها، دي اسمها الانسيسري دوتس. لو نشوف العينه دي هنلاقي الشخص الاول بيكتب بسلاسه في حين ان الشخص الثاني بيكتب مثلثات ومربعات، يعني عنده اضطراب في خط ايده. اما بالنسبه للعينه دي لو نشوف الدوائر الخضراء هنلاقي ان هنا في مسافات بين حروف مش المفروض يكون ما بينها مسافه، لكن لو شفنا الدوائر الحمراء هنلاقي نقط مش المفروض تكون موجوده في اماكن زي دي، دي النقط اللي بيعملها لما يقف مثلا. ودي كانت اول خطوه ان انت تدور على بروجرام على الكمبيوتر تبدا تكود عليه تعلمه فيتشرز السرطان وتعلمه يكتشفها. بس مش عشان اعلمه يكتشفها اكتفي بان هو عارف الفيتشرز. الخطوه اللي بعدها هي ان يكون عندك عينات خط، يعني تروح للناس تخليهم يكتبوا الجمله اللي انتوا كتبتوها دلوقتي وتطلب منه انك تدخلها على الكمبيوتر. المفروض عشان اعلم الكمبيوتر يفرق بين عينات السرطان والعينات العاديه كان المفروض اجيب له نوعين من العينات. فبدانا نجمع عينات من خط الايد من مستشفيات سرطان كتير، كان ابرزهم 57 357، وكمان من المدارس للطلبه الاصحاء اللي هم معروف ان هم مش عندهم سرطان. طيب بقى عندك عينات وبقى عندك برنامج، بس ما ينفعش تشتغل بيهم هم كده. في البدايه تجميع العينات، ولنفرض مثلا ان انت عندك عينات سرطان عندهم اطفال عندهم سرطان وعينات اطفال ما عندهمش سرطان، بتبدا تاخد نص العينات دي ونص العينات دي، بتدخل الكمبيوتر العينات بتقول له دي العينات اللي عندها سرطان خدها اتعلم منها وطلع الفيتشرز اللي انا قلتها لك، وفي العلامات الثانيه بتقول له دي علامات ما عندهاش سرطان خدها مش هتلاقي فيها فيتشرز. الخطوه اللي بعدها هي انك تختبر البرنامج ازاي اتعلم وازاي الالجوريزم بتاعتك شغاله على العينات اللي هو لسه ما شافهاش، اللي هي برضو انت عارف مين عنده سرطان ومين ما عندوش بس مستني البرنامج يعرف. وهنا كان الديبيت. بدانا في الاول ان احنا نتست البروجرام، كانش بيشتغل عادي، ما تخضناش احنا طلبه في ثانوي يعني ما كانش بيشتغل. وبعدين اشتغل جاب اكيرسي 30%، وبعدين الاكيرسي كانت قليله، وبعدين بدات تعلى، بقينا نعدل في الالجوريثم نغير الكلاسيفايرز
كلاسيفاير اللي هو هيفرق بين عينات غيرنا الالجوريزم كلاسيفاير وبعد كده دخلنا العينات تاني للبرنامج والبرنامج نجح بنسبة 80% كون ان البرنامج ينجح بنسبة 80% فهو نجح بنسبة 2% لان اصلا الاطباء العاديين لما بيجوا يحللوا خط الايد بعينيهم بيحللوا بنسبة 80% accuracy ان هم يعرفوا الشخص ده عنده سرطان او لا فده معناه انك استبدلت البرنامج بالطبيب معناه ان البرنامج اصبح يبقى موجود في المستشفيات وفي المدارس معناه ان دي طفرة في علم اكتشاف السرطان من خلال تحليل خط الايد ماشي احنا اتفقنا ان انا اصلا فكرت في الفكره دي عشان العلم ما يفضلش علم غير مستخدم فما كانش ينفع برضو ان احنا نعمل البرنامج ونقعد جنبه وعشان كده دخلنا مسابقه اسمها مسابقه انتل ايسر مسابقه انتل ايسر دي مسابقه بتتعمل في امريكا للشباب اللي تحت سن الكليه بيكون عندهم اختراع في اي مجال بس انت عشان تروح المسابقه دي لازم تدخل المسابقه المحليه في بلدك وتطلع من المراكز الثلاثه الاوائل احنا دخلنا المسابقه المحليه وخدنا المركز الاول على الجمهوريه وتأهلنا ان احنا نكون في انتل ايسر في كاتيجوري الكمبيوتر ساينس ورحنا التحكيم ده كان شكلنا في يوم التحكيم في المسابقه المسابقه بيبقى فيها دكاتره واخدين نوبل في الكيمستري وفي الفيزيكس وفي الميديسن بيبقى فيها دكاتره بيحكموا من كليات هارفارد ام اي تي ويل بيبقى فيها دكاتره كل شغلهم ان هم بيعملوا ريسيرش في المجال بتاعك ده فكون ان انت طالب في ثانوي واقف بتقول له انا اخترعت شيء جديد في المجال بتاعك اخترعت شيء جديد في المجال بتاعك دي حاجه هو بيتقبلها بس يبدا يحكم عليك علميا وكان في حكم موجود وانا وعمر عبد الرحمن كنا واقفين وهو ما كانش مصدق ان في 3 طلاب في ثانوي في مصر قدروا يحولوا علم بالقوه دي البرنامج شغال فهو طلب ان هو يكتب جمله عشان ندخلها على السكانر ونحللها واحنا خليناه يكتب الجمله ودخلناها على السكانر والبرنامج ران عليها والنتيجه طلعت ان الشخص ده عنده سرطان واحنا التلاته بقى كنا واقفين جنب بعض كده نتعزم على بعض مين اللي هيقول له المصيبه السوداء دي يعني ممكن ما يطلعش عنده سرطان واحنا نقول له انت عندك سرطان فهو يتخض ويروح يتشك نفسه ممكن يبقى هو عارف ان هو مش عنده سرطان واحنا بنقول له انت عندك سرطان فالبروجرام يطلع بيستعبط علينا كل الفتره دي او ممكن يكون هو عنده سرطان واحنا عرفنا ان هو عنده سرطان فيطلع مش عايز يقول لنا مثلا المهم يعني احنا قررنا للامانه العلميه ان احنا نقول وعمر وعبد الرحمن عملوها معايا وخلينا نقولها له وبعدين قلت له بص حضرتك احنا شرحنا لك الفيتشرز وشرحنا لك احنا عملنا البرنامج ازاي وشرحنا لك جينا العينات ازاي والبروجرام ران ازاي والبرنامج بيقول ان حضرتك عندك سرطان واحنا التلاته خلاص بطلنا نتنفس وهو اتخض ووشه اصفر ورجع ورا خطوه وفضل مبلم كده شويه وبعدين سقف اول ما سقف جه وقال لنا على فكره انا عندي لوكيميا وساعتها قال ان هو ما كانش مصدق ان البرنامج شغال ولما احنا قلنا له النتيجه دي وان هو شاف ان النتيجه طلعت ان هو عنده سرطان وشافنا واحنا بنبص لبعض وقال ان هو ما كانش مصدق ان في طلبه من مصر هتعمل بروجكت وهيشتغل على عينه هو ما اتعلمش منها وخلص يوم التحكيم وروحنا ما عرفناش ننام بصراحه من اللي احنا عملناه مش عارفين هو عنده سرطان بجد مش عايز يزعلنا يعني بس فجت يوم النتيجه كنا قاعدين بقى كلنا كل احسن 3 طلبه من كل دول العالم قاعده مستنيه تسمع اسمها في الكاتيجوري بتاعها واحنا قاعدين وقاعدين جه مجال الكمبيوتر ساينس في المركز الرابع نادوا علينا وقالوا ان في طلبه من اسكندريه مصر كسبت وساعتها في اللحظه دي افتكرت اول ما الفكره جت لي اول ما كانت حلم افتكرت اول حاجه فكرت فيها عدى عليا كل الوقت تجميع العينات البروجكت الدكاتره كانت بتقول لنا مش تنجحوا بابا وماما هم بيدوني سبورت حاجات كتير قوي وبعدين لقيت نفسي واقفه على مسرح اكبر مسابقه في العالم كسبانه مركز رابع على مستوى العالم في الكاتيجوري بتاعي ومن هنا كانت فكره ان الحلم فجاه اصبح حقيقه لا هو ما اصبحش حقيقه بس في انه بقى برنامج لا هو اصبح حقيقه في انه بقى برنامج مصنف عالميا ومن هنا كان النجاح مسابقه انتل ايسف ما كنتش اول مره اروحها انا رحتها كمان وانا في اولى ثانوي في 2011 وبشترك في المسابقه المحليه في مصر من 2010 وكان حلمي اني اكسب في ايسف من وانا في ثانيه اعدادي وحققته وانا في ثالثه ثانوي وساعتها كل الفتره اللي فاتت دي كانت بتمر من قدام عيني الحلم وهو بيكبر وهو بيتنفذ
البروجكت نفسه كان بيكبر يوم عن يوم في مستشفى 57 357، واحنا بنكلم الطلبة وبنقول لهم احنا عندنا فكرة جديدة هتكتشف السرطان بدري، اكتب عشان احنا محتاجين الخط ده لران بيه البروجرام. وهو كان بيكتب وكان الحلم ده بيكبر جواه وكمان بيكبر جوانا، ويوم ما كسبنا كان حلمي وحلم كل الناس اللي 57 357 اتحقق. وهنا بقى دلوقتي هو دورك، دورك ان انت كمان لازم تحلم. احلم عشان اصلا الاحلام حلوة، واحلم لان انت اصلا تستحق انك تحلم. احلم عشان انت في يوم من الايام لازم هتحقق حلمك. شكرا.